إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الآيات الثلاث التي تلوتها من آخر سورة البقرة لها فضائل ولها سبب أيضا. فقال المفسرون لما نزلت قوله تعالى، أو لما نزلت هذه الآية، الآية الأولى قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية، إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه، وأن له الدنيا وما فيها، وإنا لمؤاخذون بما يحدث أو بما نحدث به أنفسنا، هلكنا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فقالوا: هلكنا وكلفنا من العمل ما لا نطيق. قال: فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا. واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولا، فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخت هذه الآية ما قبلها، أي نسخت الآية السابقة حكما وليس التلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به. أما الفضائل في هذه الآيات فعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ الآيتين الأخيرتين في الليل قبل نومه فإن الله يكفيه الشر والمكروه. وقيل في معناه: كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه عن سائر الأوراد، أو أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل. وكل ما ذكر صحيح يشمله اللفظ، لذا ينبغي علينا المداومة على قراءتها وحث الأبناء وأهل الدار بحفظها والمداومة عليها، ففيها فضل عظيم، ومن يفته فقد فاته خير عميم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الله يبارك فيك ويجزاك خير، وفيت وكفيت، الله يطول عمرك ويرضى عليك. كذلك عند أبو عمر.